اليوم نقطة نعتبرها في الاتحاد المغربي للشغل من الأهمية بمكان، وهو المصادقة من طرف السيد رئيس الحكومة الزيادة ديال 5% في معاشات التقاعد لهذه الفئة التي لم تستفيد من أي زيادة منذ 18 سنة خلت. ده كانت زيادة شملت الحد الأدنى للأجر، فباقي الأجور يجب أن يشملها كذلك زيادات من خلال مفاوضات قطاعية، وهذا ما اتفقنا مع السيد رئيس الحكومة في هذا الباب. كذلك تم التطرق إلى مطلب يعتبره الاتحاد المغربي للشغل في طليعة المطالب ديالنا، وهو التخفيض الضريبي عن الأجور. في الأسبوع المقبل إن شاء الله غادي تكون جلسة مع الوزراء ديال المالية ديال الميزانية وديال الاقتصاد من أجل باش يقدموا لنا السيناريوهات اللي غادي يقترحوها. تم التطرق كذلك إلى مجموعة ديال الملفات، منها مرة أخرى إصلاح أنظمة التقاعد، كذلك تم التطرق إلى القانون التنظيمي للإضراب.